Ok, ça marche, Cécile. اوكي سيوار، نبدأ ولا نزيد؟ نجم نبدأ طول. اوكي بون، سي ان بو بيزار، كل نهار تقلوا انتم، بديتوا 20 المرة اللي فاتت 16 تو 8. اي صحيح بون جماعة، خاطر نرجع عنا انريجسترمون، دونك ما عادش يحبوا يحضروا في اللايف. اوكي سا مارش، بات سوسي، كل واحد يعرف مصلحته وين. باهي سيدي، جو بونس تشوفوا ليكرون تاعي، مش هذا، جو بونس هذا، علاه تو نمشي لي ريبون تاعي، هنا تكم، فوالا، باهي سيدي، دونك فين الترمينال تاعي. باهي يا سيدي، هنا قال لك انستال دوكر اون يور في ام، يعني بون سي انستالي، شيك كلاينت فيرجن وشيك سيرفر فيرجن، هذا دو تروا نجمو نعملوهم تو سامبلومون بالكوموند دوكر فيرجن، من هكا باش يعطيك كل شيء. هذه البارتي نتاع سيرفر، الفيرسيون نتاعو 20.10.7، وكان نطلعو الفوق هذا الكليون والفيرسيون نتاعو 20.10.7. بيد هنا قال لك download BusyBox image on your machine, just download. إذا كان بون هذا كوريكسيون، دونك مانيش مش نسألكم برشا، بلي سامحوني لحظة خليكم معايا. ألو بونجور، وي Non, pour l'instant, je suis occupé. Vous pouvez-vous m'appeler à partir de 16h30, quelque chose comme ça? Merci, bonne journée. Pas de souci, salut. OK, donc, là, on a les clients, on a la version. On a les BusyBox. On a download à la machine. On a une image BusyBox. grep baiser. Bon, on y a l'image, mais pas de souci. La commande hier docker pull baiser box. La commande, je vais faire le téléchargement à la machine. B. 5. Launch a container based on Ubuntu Apache 2 image. Publish it on your local port 8005. دونك لهنا ربي خليني نحط لينونسي قدامي صغيرة برشا. اوكي دونك لهنا شنو قلنا، باش نعمل بوبليكاسيون تاع الايماج هذيك، باش نصنع كونتينر بازي على الاوبونتو باتش 2، باش نعمل بوبليكاسيون تاع البور 8005. دونك لا كوموند دوكر كونتينر ران، جو لونسي اون مود ديتاشي، جو فير لو بورت مابينغ دو بور 8005 دو ما ماشين فير لو بور 80، على خاطر حتى الاباتش 2 اوبونتو 2 اباتش 2 باردون اوبونتو اباتش 2 سي ان سيرفر ويب كيف لانجينكس كيف لاش تي تي بي دي، دونك il expose port 80 par défaut. OK دونك هيك سي بون. بعد نعطي هو ما قالناش دو تاتش مود، واش لازم نعملو اكوتا؟ سامحني ولا ما سمعتك، ما قالناش دو تاتش مود، واش لازم نعملو؟ اتون لحظه، طب مزي عاود لي الكيستيون، قلت لك ما قلناش عملوا ديتاتش دمون، مش لازم وي با سوسي، مي انا لهنا مش نعملها، على خاطر كان ما نعملهاش ديريكت مش نهبط في اللوج نتاعها لهنا. استنى خلينا نشوف، وي ليماج سا نيزيستو با سيغ ما ماشين، دونك مش هعمل لي شارجمون نتاعها ومن بعد مش يصنع لي ايماج. بون لهنا ديريكت حلك فيه، انا قال لك
الكونتينر مش تكون عندها هذه الادريس اي بي، ولهنا السيرفر ويب نتاعنا قاعد يخدم. انا علاش كنت باش نحط موان دي باش نيفيتي الشيء هذا، معناها يرجعني الكونسول لهنا مش يخليني ديما موجود في الكونتينر. دونك باش نعمل كونترول سي او بيان اكسيت علي allez, pas de souci, on va faire un kill de l'autre côté. Donc, docker ps. L'image de l'ancite. On a le port 8005. Donc, on a le docker rm-f 32. C'est bon. Quand on a le tableau, on est bien d'accord. Donc, ici sera le launch container based on Nginx with the tag 122 Alpine. Run it in detached mode. Publish its port to your physical port 8006. Name it my ngcon. Donc, le commande comme suit. Container run. Quand le CD, awal chay detached mode. Donc, 1D. Allez, quand je nomme la publication de le port du port 8006 vers le port 80 de la machine taille, n'attends un nom. Un accent moins P. Oui, bien vu. Donc, là, mon name, ou le name de la my ng con. Je n'ai l'image de l'image de la nginx, mais cette fois-ci, on a un tag moyen, il y a 1.20. 2 Alpine. نفس الشيء الايماج ما لقاهاش موجوده باش نمشي تيليشارجيها وعمل لي كرياسيون تاع الايماج نتاع الكونتينر نتاع هذا هو الاي دي نتاعها. باهي سيت قال لك لانش كونتينر بيزد اون انجينكس 117 وقلت لكم اتس نوت جوين تو ورك وات. باهي خلينا نجرب دوكر ران موان دي allez même غير ما نعمل port mapping خليني لانسي كيف ما هي بازي على شنو على nginx 1.17 ملاني غلط هذه غلط نو نو هذه خدمة ميت بقينا هنا عطيتكم تاج تاج صحيحة ماشي بالي حطيت لهنا 1.67 خاطر كان باش نعملوها بال 1.67 جو مونطخ يعطيك الريبونس هذي هنا ديجا قال لك اهي مانيفيست فور انجينكس 167 نوت فاوند وكان في الكا هذي نرجع لهنا لل نمشي نلوج على انجينكس ها هما لي تاك بوسيبل ايماجينابل دونك 1.69 سا نيكزيست با سي بور سولا ماهيش مش تخدم هذه هي الغلطه نتاعي ديزولي باهي من بعد قلت لكم ران ذا فولوينغ كوماند اتس نوت غانا ورك فيكس ات علي مش ناخذوها سي دي كنترول ال مش نعمل كل ونلانسي ديجا لهنا قال لك شنو هي اول غلطه عندنا فيه باهي لو بور اي سي هذا بدل لو بور لو 7 ولا 8008 اوكي هذا يا سيدك شبيها اذا ما نجينيكس في الاخر وي نو في الكا هذه عديها على خاطر جوست عديت النايم مي اوريزمون اللي عملت معاكم تي بي خاطر بكل وقتها كي نخدم في الانونسي ما عملتش تيست لهنا مش نعاود نفس الكوموند مي تبقينا مش نحط بي 8980 وخلي نفسخ الاخرين وي وي نو لهنا قاعد يعمل في الاكزيكسيون تاعها Normalement, ok. Attends. Docker PS. On dit 8006. Voilà. Donc, Redom a tout. Je trouve que là, les deux commandes. Là, on a le port mapping, on a le port 8000.
لهنا 8009. لي دو قال لي راني صنعت لك مي تبقينا مانيش قادر رافعها ليماج نتاعي. هاتو او يصنعها ليماج مي تبقينا ديريكت عمل عمل اكزيت. هاتو نكبروا باش تفهموا الحكايه لان شنو نحب نوصل لكم. دونك هذه الكوموند الاولى اللي عديتها عملت مابينغ تاع البور 8008 وهذه البور الثانيه بال 8009 و بون لهنا عملت 90 غلط اللي هي 80. دونك 8008 ديجا ما نشوف في حتى كونتينر اكسبوز معناها مابي على البور 8008 باغي حتى على 8009. مي لهنا قاعد نعمل في افيشاج نتاع لي كونتينر كي سون كور ديكزيبسيون. كان نعمل لهنا نتاع انديبوندامون من ستاتيو نتاعها تلقاهم هاو هذوما لي دو اللي مازلك صنعتهم. هما لي دو بازي على الانجينيكس. اوكي دونك لهنا الغلطه نتاعهم شنو لازمني كيف ما قلت لكم اخر مره النون د ليماج يكون اخر واحد على اليمين. اي حاجه مش تجي بعد النون د ليماج هو مش هو اللي ينيوريها كومبليتوم. لهنا ها نعمل ستارت مي عمل لها كيل ديريكتومون الوغ كو الانجينيكس دو فونكسيوني طول طون. باهي شنو هو الكاستيون فين وصلنا؟ الويت دونك كنا في قالك لونش كونتينر بيزد اون اتش تي تي بي اكسبوز ات اون بور 9000 لوكالي نيم ات ماي اتش تي تي بي دي اند ابديت اتس هوم بيج كونتنت. باهي لحظة خلينا نشوف اسكو البور 9000 اوكيبي ولا وي عندي هذا دونك دونك RM F, je vais effacer tout. Donc, attends, on a maintenant que PS mon cul. Donc, PS. Ok, maintenant, il y a un conteneur. Donc, tu as une question numéro 9. Quand tu as CD Docker container run. بازي على ال HTTPD دونك مش تكون في الاخر هذه اخر حاجة HTTPD. مش نعملو exposition بتاع البور 9000 دونك موان بي 9000 للبور 80 بتاعي مش نعطيه النوم my HTTPD. بون انا مش نزيدها زيادة مش نحطها detach mode. اوكي دونك لهنا شوي كونكتي خليني تراه نجرب نشوف الكونتينو نتاعها اللي هي 9000 بور 9000 قالك it works. باهي كان نرجع لهنا ال HTTPD هي الهوم دايركتوري نتاعها هو هذا. دونك لازم نكونكتي افون تو على الكونتينر اللي هي دوكر اكزيك موان انتراكتيف افيك ان تيرمينال على الكونتينر كي كومونس افيك لو 26 ا باش نكونكتي عليها بالبروسيس بين باش جو سوي بيان كونكتي. دونك تو باش نعمل سي دي باش نمشي لك الدايركتوري هذاك. ديجا كان نعمل اليس باش نلقى فيه كان اندكس اللي هي هذه. دونك لهنا طبعا لازمني جوست نبدل الكونتينو نتاعها ايكو هلو فروم اي نت كوم نعمل ريديريكسيون نحط كل شيء في الاندكس. اوكي اون فا فيريفي سي تو فا بيان او با. فوالا هذه هي الخدمه كملت. باهي نرجعو لهنا نيميرو 10 قال لك ريموف ماي اتش تي تي بي دي كونتينر ويزاوت باسين باي ستوب ان فيز. ترى كان فما فولونتير يعطيني الكوموند. بالله سؤال صغير. كي تبدا تخدم بماشين فيرتوال مش على البيسي نتاعك يعني كيما في ازور ولا حاجه كيفاش تعملها كيفاش تشيك اللوكال هوست؟ اللوكال هوست
سوا ديجا فما انت تبدا تخدم ماشين لينكس هذه فورك بروبابيليتي نجم فما باكيج تنستاليه اسمه سا ديبون اذا كانك انت صانع ماشين اوبونتو نجم تنستالي بالفاسون هذه سودو ابيتي جيت انستال بروغرام اسمه اي لينكس اوكي لحظه جو بونس جو سي با انستالي ولا اوكي سيتي عمل له انستالاسيون خليه يكمل يعمل الانستالاسيون تاعو والا فما عندنا الفاسون الاخرى بلو سامبل اللي هي اللي تعمل كيرل اتش تي تي بي لوكال هوست وقداش قلنا بور 9000 جو بونس دونك يعطيك الكونتوني نتاع الباج اندكس نتاعك هو هذا هلو فروم انت كوم اللي هو نفسه اللي لقيناه لهنا وفما الباكي الاخر اللي هو خلينا نرجع له جو بونس راهو انستالي ولا هذه سي بيزار الي انكور انكور دي اكزيكسيون ويتش اي لينكس اسكو كم هو لي سي بون الي انستالي دونك تعمل اي لينكس ومش تعطي نفس الشمال تي بي لوكال هوست بور 9000 خلينا نحل لكم هذه باش تراوها قال لك ويلكم مش تعطيه تنزل على الاسباس هوني هذه هي الباج نتاعك هذايا اي لينكس سي ان نافيغاتور في على لين كوموند دونك ماك مش تعطيك الميزون باج وكل شيء كله اون مود تكست اوكي وفما الفاسون الاخرى مانيش عارف يعني على لازور ولا على الادولفيس ولا على جي سي بي لازم البور على خاطر بار ديفو بكلهم كي يعطيك سيرفر يحل لك كان البور 22 باش نجم تكونكت عليه في اس اس هاش لازم كنت من بعد اذا كان انت عملت اكسبوزيسيون تاع البور 2000 لازمك تدخل 2000 يولي الوي سينو ديما مش تلقاها معناها يقول لك ظهر لي دينايد اكسس ولا حاجه من هكا اوكي باهي سيتي يعني نحل البور باش نكسيدي عليه من بي سي اخر مثلا مش بون مش من بي سي اخر يعني ما نعرفش الحقيقة أغزر يعني خدمت في الكلاود خدمت كان بالـ AWS مي بكلهم يسون سمبلابل ديجا أنت كي مش تحل بور 9000 تنجم تحلو لأي أدريس إي بي دونك هكا أي إنسان كونكتي سوغ أنترنت يعرف الأدريس إي بي نتاع الماشين ويعرف البور ينجم يكسيد ولا تنجم تقول له اسمع أكسبتي الكونكسيون كان كي تبدا جاية من أدريس إي بي بيان ديفيني tout est modulable maintenant c'est à toi de voir et dès qu'un fit test maintenant par ma limitation seulement pour ton adresse IP peut-être mais dès qu'un tu as application fait prod ou tu veux les utilisateurs y consommer ou bien évidemment les mettre hot à exposer sur internet mais je me suis limité ok je pense que ma une autre j'aime chasser cette question ok dès qu'un femme question tant mieux اوكي دونك في الكيستيون هذا نيميرو 10 اذا كان فما فولونتير استنى نصغر لكم باش ترى هاني قلت لكم يا سيدي نحنا مو بكري عملنا كرياسيون تاع الكونتينر اللي سميناها ماي سميناها ماي اتش تي تي بي دي دونك دوكر كونتينر اس اوكي هاو ما اتش تي تي بي دي نحب نفسخها من غير ما نتعدى بالستوب ان فيز ار ام او اف ام يا اللي هي اسمها ماي اتش تي تي بي دي اون ايكول دونك لو 11 قال لك لونش كونتينر بيزد اون اتش تي تي بي دي اكسبوز اتس بورت اون 9000 لوكالي نيم ات تا تا اون فيت سي لو ميم كيستيون كو 10 من بعد قال لك Do you find the same content? احنا طبعا مازلنا كيف سخناها. اوكي? مش نجربو نعاودو نلانسيوها من جديد. هواهي. سي اكزاكتا مولا ولا? وي نعرف اني هي نورمال مولا. ما انظر بقى بقى.
رجع لك لهك الفيشي اندكس باغ ديفو اللي هو هذا اليوم شكون لنا البوان دونتري نتاعنا. فما حاجه لازمكم تعرفوا على لي كونتينر اللي هما بلوز موان فولاتيل ما عندهمش بيرسيستانس دو دوني. دونك مادام عندك كونتينر هذه صنعتها عملت عليه موديفيكاسيون ومن بعد اذا كان عملت لها ستوب ومن بعد عملت ستارت مش تلقى نفس الكونتينر ما تفسخش خاطر الكونتينر بدلت جوست ستاتيو نتاعها. باغ كونتر اذا كان نعملو كيف ما عملنا توا نصنع كونتينر نعمل دي موديفيكاسيون فيه ومن بعد نفسخه كومبليتمون ومن بعد نعاود نصنع كونتينر دو لا ميم مانيير هو نو ما عندوش هاك الذاكره اللي مش يجيب لك معناها لي دوني لقدم هاك لي موديفيكاسيون اللي عملتهم قدم. هو بالنسبه ليه مش يرى اللي الكونتينر هذه وحده جديده دونك مش يعطيها كل شيء لي فالور بار ديفو نتاعها. دونك بالنسبه لينا احنا لازم نلقاو سوليوشن نتاع بيرسيستانس دو دوني. يعني مانيش مش نقعد كل كونتينر نعملها نولي ندخل لها ونعمل لي موديفيكاسيون والكونتينر اللي من بعدها نفس الشيء انسي دو سويت. ماهيش فكره لازم نلقاو سوليوشن باش نعملو بيرسيستانس دو دوني اللي هي لي بيرسيستانس لا بيرسيستانس دي دوني بدوكر تخدم دو تخوا مانيير ديفيرون. المانيير الاولى خليني نجيكم لهنا جو بونس اللي هي هذه هذه فوالا دونك بي هذه سيدي كي نعمل الكوموند هذه docker run موان دي اون ديتاتش مود مش نعمل بورت مابينغ ومن بعد لهنا ولا لي عندي ارغيومون جديد اللي هو موان في. كي نقصد كنقول موان في معناها نقصد فوليوم كيف ما تنجم تعديها موان في شورت فيرجن ولا موان موان فوليوم لونج فيرجن. لهنا تعطيها النو دو فوليوم اون كيستيون انت عملت فوليوم وسميته انجينيكس داتا مش تعمل له المابينج نتاعو على هذه ديما انجينيكس داتا في هذاك على الماشين نتاعك فيزيك. هاتو نشوفوه من بعد نعملو ديمو بيان ايفيدامون. هذاك على الماشين لوكال دو بوان مش تعمل على الفايل سيستم تاع الكونتينر مش تحطو الكونتينر نتاع انجينيكس داتا مش يكون مابي على اليوزر شير انجينيكس اتش تي ام ال انجينيكس ادوكو مش تصير هيك. دونك الكونتينر في الكونتينر او نيفو دو كونتينر الباث هذا يوزر شير انجينكس اتش تي ام ال مع مش يولي يقرا من الفوليوم اللي سميته لهنا انجينكس داتا واللي انجينكس داتا il va être créé dans docker area. الدوكر اريا هذه معروفه باختو اللي هي سلاش var سلاش sleep سلاش docker. هات نشوفوهم مع بعض. هذه مادام الفايل سيستم ولا موجود على الماشين نتاعي لهنا مادام موجود على الماشين نتاعي معناها بيرسيستون معناها هذه الكونتينر حتى كان تصير لها كراش ولا مفسخها ونعاود كونتينر اخرى ونعمل لها نفس المابينج نتاع الفايل سيستم مش نلقى ديما نفس الكونتينر وهكا بعدت على هاك البير دو دوني ولات عندي دي دوني بيرسيستون. هذه الفاسون الاولى نتاع الفوليوم هاتون نعملو ديريكت ديمو عليها. باهي خلينا نكبر لهنا نفسخو هكا. ديجا اول حاجه باش نشوف لي فوليوم كي سون مونتي دو فاسون اوتوماتيك كريي دو فاسون اوتوماتيك على الماشين تاعي هي كيف ما قلت دوكر يا ابري كيل تيب دوبجي كيف ما سيرفيس كونتينر ان سيت سويت. لهنا باش نوليو نخدمو بالفوليوم. اي شنو تحب تعمل لهم هذوما لي فوليوم قولوا انا نحب نعمل لهم ليستينغ. Il va t'afficher tous les volumes les mots jeudi. Par défaut, il n'y a pas de volume attaché. Mais là, je suis allé des volumes, plusieurs volumes. Là, je vais vous quelques volumes. Donc, je vais vous faire ça. وهذا فوليوم وي ما قلتلوش شنو باش نعمل لهم هذو. اوكي دونك هذا من الكل تفسخو نعمل دوبل فوليوم اليس. هذا الفوليوم هذا ما فسختوش على خاطر عندي خدمه نتاعي اني بيرسونيلمون. دونك باش نصنع اني فوليوم نجم نعمل كيف من هكا
docker volume create ونعطيه par exemple demo 1 تاو كان نصنع نعمل command docker volume ls أو هذا هو الديمو 1 دونك لهنا مش نمشي نشوف فين موجود الديمو 1 كيف ما قلت لكم باللي فوليوم كل شيء يبدا موجود في الفار lib docker لهنا كنعمل ls مش نقول permission deny إذا خاطر ابارتي من النيفو هذايا يولي عندك دي بيرميسيون كان بالروت دونك اون فا بالونسي على الكونتينر على التاب نتاعي الاخرى لهنا خلينا نكونكتي اون طونك روت اوكي دونك شوي لا دونك خلينا نعمل ls لهنا عندك كل شيء لي زيماج كل مش يوليو ستوري لهنا لي كونتينر لهنا بور لانستون اون سانتيريس للفوليوم باش نمشي للسي دي فوليومز نعمل ls هذا يا سيدي كاك الفوليوم اللي قلت لكم نتاعي بيرسونيلمون مي هذا هو الفوليوم اللي مازال كصنعته دونك نمشي له سي دي ديمو باش تلقى فيه انا الدوسي اللي هو underscore data باش تمشي له زاده underscore data فيو الفوليوم مازال كصنعته ماهوش مش يكون فيه حتى شيء باهي تو كيفاش مش نربط الفوليوم هذا اللي صنعته بالكونتينر اون كاستيون لهنا نجي نجم نصنع كونتينر دوكر اعطوني نمبورت كل سيرفر ويب هل نخدمو به اوكي يا سيدي دونك دوكر كونتينر ران قلنا مش نخدمو بال HTTPD اوكي نخليو خليه في الاخر هذاك دونك خلينا نلانسيه اون مود ديتاشي خلينا نعمل بورت مابينغ نتاع البي 9001 على بورت 80 وكيف ما قلت لكم موان في لهنا كي تبدا تخدم بالفوليوم تعطي سولمون لو نوم دو تون فوليوم اللي هو ديمو 1 الكونتينو نتاع ديمو 1 هذا فين مش نعملو له مابينغ لازم نعملو له مابينغ على الهوم دايركتوري نتاع ال HTTPD اللي هو هذا هو اللي هو user local apache htdocs اوكي دونك بور لانستون سي بون هاي السيتي ها انا عملت ترى خلينا ناكسيدي على البور 9001 قبل ما ننزل على لونتري A vos avis, je ne sais pas. It works. Très bien. Je vais vous donner un message sur le cache. Je vais vous faire les settings. Je vais vous faire les... Allez, même 7 days, pas de soucis. Voilà. It works. على خاطر بار ديفو مازال ما عملت حتى شيء. مي باغ كونتخ توا سيدي كي باش نمشي لهنا نعمل اليس. وفوايي اك لاندكس نتاع الكونتينر ولات موجودة لهنا. دونك مادام فما المابينغ اي شيء نعملو موديفيكاسيون على الفيشي هذه مش يولي امباكتي ديريكتومون على الفيشي اندكس اللي موجودة في الكونتينر. اسكو سي كلير او با؟ واضح دونك لهنا خلينا نعمل اون بيت موديفيكاسيون فروم ديمو 1 فوليوم خلينا نعملها في الاندكس اوكي تعمل ريفريشيسمون تلقى الخدمه نتاعك باهي توا ترى خلينا نفسخوه الكونتينر كومبليتمون هاي لهنا دونك دوكر كونتينر ls شوي ان بو جينيرو في الاو اوكي اللي صنعناها هي الاخرى
خلينا نفسخهم لي دو يعني ريم و اف لهنا و... عندي كيسيون نجمو مثلا عندي كيسيون اسكو نجمو معناها نلانسيو كونتينر ومن بعد نجوتيو فوليوم ليها باش تتشيلها والله اونيتمون جوني اوكين ايدي مي جو بونس با في بالي لاتاشمون البورت مابينغ يصير ديل دي مي ابري تو ماهيش ان غون سوسي نجم تعملها ستوب الماشين بون اونيتمون جي جامي ايسي مي كان تحب خليني حتى المره الجايه نرجع لك بريبونس ان شاء الله مي فورت بروبابيليتي نو باهي لهنا فسخت تو لي كونتينر لهنا ما عادش عندي حتى واحدة توا باش نعاود لامام كوموند دو لونسمون نعمل HTTPD ونمشي للخدمة نتاعي لهنا ديما مش نخلي لك الفرام ديمو فوليوم 1 على خاطر بالنسبة لي نحنا فوسط الديمو هذاك فوسط الفوليوم ديما عندي الفيشي سي سوفغاردي لوكالمون دونك اي حاجه تبدا موجوده في الفايل سيستم تاع الكونتينر جو في لكرازي باش نحط الكونتينو اللي جاي من الفايل سيستم لوكال باه هذه الفاسون الاولى نتاع بور كريي ان فوليوم نجم انت تصنعو مانيوالمون بعد تاتاشي فما فازه اخرى بار اكزومبل دوكر ران moins D moins P 9000 10 à port 80 moins V là on a mis un sami demo 2 mais ça n'a pas demo 2 ça n'existe pas ou là on a mis un le mapping à le chemin document route de l'HTTPD اللي هو هذا تاع HTTPD لهنا حسب رايك شنو مش يصير انت قاعد نقول له اسمع اعمل لي المابينغ نتاع الفوليوم ديمو 2 على الفايل سيستم هذا الوغ كو ديمو 2 سان اكزيست با ا فوتر افي لهنا شنو مش يصير علي دي تونتاتيف ما تسالش راني ما نيش مش نحاسبكم على حد شيء باش نعملو كرياسيون وحده اوكي اون فا فوا لهنا عمل كرياسيون خاطر هذه حاجه لازمكم زاده تعرفوها حاجه جديده على الفوليوم اذا كان الفوليوم نيكزيست با il va le créer de façon automatique اوكي et il va le créer toujours كي تبدا هكا كي تعطي seulement le nom du volume il va le créer dans varlib ماشا دونك لهنا تنشوفوا على مره اخرى دونك لهنا هنا عندي ديمو 2 اوكي حتى كي نعمل لهنا دوكر فوليوم اليس دونك عندي نلقاه ديمو 2 باهي فما فاسون اخرى اللي هي سي لا ميم كوموند مي مانيش باش نعطي حتى نو اونكور اون فوا زعما مش تصير كرياسيون تاع فوليوم ماهيش مش تصير لهنا من هذه حتى يعني قبل ما كنتش نعرفها دونك لهنا ديجا البورد 9010 اللي اللوي لازم نبدلوه اول شيء انا قال لك هاي تصنعت بيت صنعت ماني عطاها فوليوم باش يعمل المابينغ نتاع هذايا من الكونتينر على الماشين نتاعي ترى خلينا نشوفوا دوكر فوليوم اليس نظر لهنا تصنعوا دو فوا على خاطر لنسيت هذه مرتي لهنا اون فيت كي ما تعطيش حتى نون للفوليوم تاعك هو مش يمشي يصنع لك ان فوليوم والاسم نتاعو هيك ان هاش 264 كاركتر مي هذه ماهيش فاسون باهي حتى تاع خاطر هذا ما تعرفوش انت بوتيتر باش تصنع فوليوم مش يولي فيه ديما الدوني نتاع سيرفر ويب بوتيتر مش تصنع فوليوم مش يكون فيه لي دوني نتاع الباز دوني حاجات كيف من هيك اما هو لهنا يظهر النون هذا ما يعطيك حتى انديكاسيون دونك الفاسون هذه تخدم مي il vaut mieux de l'éviter au max خاطر هذو ما نسميوهم anonymous volume ما عندهم حتى اسم
باهي توا لهنا يا عبد الله، اسكو لي فوليوم ديما موجودين في الباث هذه فار ليب دوكور فوليوم ومن بعد مش تلقى الاسم نتاعو اندرسكور داتا؟ نو سي با توجور فري، على خاطر نجمو لانسيو نفس الكوموند لهنا نبدل كالعاده انظر موان في مثلا مش نقول له واني تي ام بي انتكم وي دونك سي دي 12 باهي لهنا خلينا نعمل اونتري ونشوف شنو مش تعطيني لهنا نفس الشيء بالفوليوم دوسي هذاك جو فوز اسيور ما عنديش او ديبي مي لهنا كان نمشي نعمل ال اس تي ام بي باردون تي ام بي اسمو انيت كوم انا ولا موجود دونك عمل له الكرياسيون ميم اون فايل سيستم نتاع الماشين نتاعي ولهنا خلينا نرجعوا على داك الديمو 1 هذا اللي عملت فيه معناها الخدمه نتاعي الكل دونك لهنا قداش عندي من كونتينر قاعد نعمل فيه اكزيكسيون تاو هذوما بربي فسخ عليا الكل ده. هذه الكوموند اللي مش نخدمها بوتيتر تظهر لكم بيزار ديجا كونتينر اليس مش تعطيني نفس الشيء كان نعطيها موان كو شفتوا الكو هذي ينقصدوا به كوايت دونك لهنا مش رجع لي سولمون لي اي دي نتاع لي كونتينر كي سون اون كور ديكزيكسيون دونك شنو الكوموند باش نفسخ دو فاسون فورسي رم موان اف à la place de à chaque fois on hot on بعد وعمل copier coller لهنا نعملوا ان petit truc bash اللي هي لهنا مش تعطيه هاك الكوموند اللي عملناها ls moins q donc لهنا هو مش عمل docker rm moins f نتاع الاوتبوت تاع الكوموند هذه اللي هي هذه bien évidemment مش بس خلينا الكل on est d'accord وي باهي دونك لهنا نرجع نشوف لي فوليوم تاعي حاجتي بالديمو 1 خلينا نعمل ولا خلينا نرجع اي كوموند فوالا عندك هذه 9000 هذه خلينا نخدم بالفوليوم اللي عنده اسمه ديمو 1 اوكي نصنع كونتينر اخرى عندها 9001 نصنع واحده اخرى 9002 دونك هنا كي مش نمشي مش تلقاها باردون مش هذه قلنا 9000 مش تلقاها عندها هذا باغي 9001 باغي 9002 اوكي يا خاطر كل قاعد يقراو من الديمو 1 ترى خلينا نمشي له هذايا الفيشي اندكس اللي موجود دونك لهنا خلينا نعمل توا ايكو this is the second line نعمل 2 fois cette fois-ci l'index à votre avis شنو هو الكونتينيو اللي مش نلقاه تو خلنا نرجع لكم كوموند باش تروح شنو هي اوه شتت زاد ليني اخرى this is the second line في ال علينا بور على البور 9000 9001 9002 نورمالمون في الكل خاطر عندهم نفس ال صح هذيك تخي بيان هذيك هي كلهم ولاو يقراو نفس الفوليوم لهنا ماهوش مش عمل لك ريتور على لين خاطر ما فهمش خاطر هذا السي دي اتش تي ام ال دونك كلهم مش يقراهم كلهم نفس اللين سينو لازم نحطو في البي ار اوكي دونك كيف 9002 كيف ال 1 كيف ان 9000 اوسي هذه يا سيدي حكايه لي فوليوم وما ادراك ما الفوليوم لي فوليوم هذوما سا اكزيست دوبوي ال ديبي
دو دوكر من 2000 ظهر لي من الف... دوكر جات في 2013 في تقريبا 2014 لي لي فوليوم ظهروا دونك عندهم برشا مي لي لي فوليوم ils ne sont pas très très verbose. اذا كان تبدا عندك مشكله فيه ما يعطيكش برشا اوتبوت ما يقولكش شنو المشكل بالضبط دونك لهنا ثم ولات عندنا اوبسيون اخرى اللي اسمها نستعمل الاوبسيون ماونت بايند وديجا الدوكر باردون الفوليوم بار ديفو بار ديفو il crée tous les fichiers في الدوكر اري اللي هي var lib docker c'est vrai il n'a jamais صنع لي في اي بلاصه في الفايل سيستم مي سي با ريكوموندي وقت اللي نحب نخدم في اي بلاصه في الفايل سيستم سي بوكو ميو دو باسي بار اون نوت كوموند اللي هي هذه docker run moins d مش تعمل بورت مابينغ اي با هو هي الكوموند اللي هي المرة هذه مش نقول نستعمله موان موان mount type bind source تعطيها السورس متاعك متاع اللي موجودة في الكونتينر التارجت باردون السورس اللي هي موجودة في الفايل سيستم متاعك التارجت اللي هي مش تكون الفايل سيستم الموجودة على الكونتينر وبعد مش تعطي النوم متاع الإيماج متاعك هذه هي كي تبدأ mount دونك نجم تحطها في أي بلاصة في الفايل سيستم par contre فما حاجة ديفيرونت على الفوليوم اللي هي الماونت بوينت لهناك حطيت بار اكزامبل هوم يوزر ماي داتا الدوسي هذا يدوا اكزيستي او بريالابل اذا كان نيكزيست با مش كيف الفوليوم ماهوش مش عمل كرياسيون اوتوماتيك لازم يكون اكزيستون اي اون فوار سا اونسومبل دونك لهنا خلينا نكبر مش في هذه خلينا نخدم في هذه عليه Donc, à la place de 9002, je vais faire 9003 cette fois-ci, match bel volume, on a l'option « mount », « type » est égal « bind », ou « type bind » est par défaut, ou « hekeke ». Ok ? Et nous avons dit que une valeur par défaut, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que par exemple, TMP, test mount virgule target bien évidemment احنا نحبوا كل شيء نحطوه على user local apache ومن بعد تعطيه النوم تاع ليماج نتاعنا هذه نعملو entrée vous avez changé ça مش تمشي source ماهيش موجوده Très bien. Là, je ne sais pas si je suis en train de faire déjà. Bind source path does not exist. Non, mais c'est. Tu as encore 7 minutes. Oh, papa. Ben, là, je ne sais pas, c'est clair et net. C'est très verbose. Là, je ne sais pas, c'est Saïd, ça n'existe pas. Donc, pour nous, on va le créer. mkdir slash tmp test mount. وطبعا مش نلانسيه مرة أخرى إذا حاول هنا يا سيدك الموجود متاعنا كيفاش مش تلقاه طبعا نعمل docker container ls مش أعطيها لي عملت mapping متاع 9003 دونك 9003 هي هذي الكونتنر متاعنا طبعا كمش نحل الكونتنر متاعي هذي شو مش نلقى فيه هنا بكري عملنا بالفوليوم وديريك تقينا الباج باج اندكس بار ديفو كانت تذكرها في الفوليوم لهنا شنو معناه شنو يقصد لك بها هذيك اندكس لهنا ما تلقى حتى في شيء باش يقراه علاش على خاطر بما ان احنا عملنا ماونت بايند من TMP test mount من الماشين متاعي لوكال ver user local apache 2 htdocs على الكونتينر فما حاجة أخرى زادة لازمكم تعرفوها على الماونت ال override دونك طول الكونتينر متاع هذايا مش يولي موجود في الكونتينر متاع هذا puisque هذا ما فيه حد شيء بار ديفو دونك أي حاجة لهنا زادة مش تصير لها
إكرازمون. هذاك علاش لهنا قال لك index of. لهنا ما لقاهاش الفيشي index. دونك احنا باش نصنع فيشي index لازمني نمشي للماونت بوينت متاعي هذي اللي صنعتها اللي هي لهنا كنعمل أداة ما فما حد شيء. دونك جو كري تيست ماونت للاندكس.html اوكي دونك تعال نرجع ونشوف التيست نتاعي اي با فوالا هذا هو التيست ماونت نتاعنا. ما نجموش نعملوا العكس معناتها اللي هو ان الكونتينيو اللي موجود نتاع الموجود تحوله ديريكت على الفايل سيستم نتاعك اي هذاك تعمله بالفوليوم اها مي هذاك تعمله بالفوليوم كيبدا الفوليوم جديد كان يبدا فوليوم فيه كونتينيو نفس الشيء مش هو اللي يعمل كرازمو اوكي باهي شنو مش نعمل توا فما تيب اخر نتاع فايل سيستم نتاع الماونت مي هذايا سي تري تري رار على خاطر ديجا الفوليوم والماونت ديما نحكيو على الفايل سيستم فما عندنا انا تيب اللي هي هذه نفس الكوموند مي سيت فواسي ماش لا مش تعدي لا فوليوم لا ماونت هذه مش تعمل تيم بي اف اس هي تمبوري فايل سيستم وتعطيه ديريكت فين تحب تعمل الماونت نتاعك دونك هو الكونتينيو نتاع الدوسي هذايا شو اللي يحطوا لك ديريكت على الرام واي حاجه على الرام سي فولاتيل دونك اون فوا عملت ريبوت كله طار اون فوا عملت ريبوت حتى الكونتينر نتاعك الكونتينر نتاعها الكل مش يطير تعاود من جديد اونيتمون جو ترافاي دوبوي لونتون افيك دوكور جي جامي اي لا شانس دو ترافاي افيك تيم بي اف اس هذا سي تري رار مي كوميم بور دي كونيسونس جينيرال دو سافا هذا عندنا موجود بي عندنا هذايا تو تي بون شنو نجمو نشوفو اليوم حاجة أخرى بي لمحة لهو ما عادش بكري نرجع للخدمة بي يا سيدي عندكمش كاستيونات اون ساغيت بوغ اجوردي أتو نعطيكم تي بي على الشيء هذايا والمرة جاي ماكس بالنسبة لي نجم نكمل معكم تروا سيونس أخرين نعملو سيونس نتاع كيفاش نصنع ايماج كستوميزي على خاطر جوسكا ماتنون قاعدين نستعملو في ديز ايماج بارتو اكزيست بارتو ونوريكم كيفاش تربطو دو كونتينر مع بعضهم باغ اكزومبل مش تعمل اون ابليكاسيون ووردبريس الووردبريس اذا كان فما حد خدم به يعرف اللي الووردبريس ما يخدمش وحده لازمو ان باز دوني ا كوتي دونك نوريكم كيفاش تصنعو دو كونتينر وتعملو كومونيكاسيون نتاعهم تصير هذه بالفاسون بسوليسيون اسمها دوكر كومبوز اوكي بور لانستون اللي شفناه اليوم فماش اشكاليه فماش حاجه تحب نفسرها لك من جديد واضح بس انا هبقى نرجع لك وقول لي انا اللي تحب نعاودها لك وي ما فهمتكش على شنو تحكي بالضبط انا الكوموند اللي عملت لها اكزيكيوشن فوالا اوكي دونك احنا لهنا كان مش نعمل دوكر كونتينر علاش مش تعطيني هيك هذا تو متفاهمين فيه لي كونتينر كي سون كور ديكزيكيوشن به انا نحب تو ناخذ كان لي زي دي نتاعهم اللي هو الكولون هذا نجم تعمل بالاوك نجم تعمل باي سوليسيون مي بقينا دوكر عطيك اوبسيون حاضره باش اللي هي موان كيو نقصد بها كوايت شي رجع لي لي زايدي اوكي واضحين في البوان هذا باهي اني كنحب نفسخ لي كونتينر هي دوكر ار ام موان اف ومش نعطيها الاي دي نتاع اللي هو هذا هذا كنحب نفسخ وحده برك مي كنحب نفسخ برشا دونك نحط الاي دي هذاك ونرجع كوبي كولي ان سي دو سويت لهنا يخزر اربع سي جيرابل تنجم تعمل كوبي كولي سامبل برشا مي سبوزون عندك 150 كونتينر كي سون كور ديكزيكيسيون باش تقعد تعمل في كوبي كولي نتاعهم الكل
سي ان بو بيزار او موان بالنسبه لي انا. دونك احنا نعملو دوكر رام موقف وهذه فعلا نعديهم الكل بالباش كي تعمل هكا دولار اونتر دو دو بارونتيز وتعطيه اي كوموند مش يولي يعدي للكوموند الاولى هذه الاوتبوت نتاع الشيء هذا. وشنو الاوتبوت نتاع الشيء هذا؟ بون خلينا نكملها الكوموند كونتينر ls موان كيو. اوكي دونك الاوتبوت نتاع الكوموند هذه اللي هو هذايا باش يتعدى للدوكر رام واف. انا هني فوق اخزر مش نقعد نتابي فيهم واحد واحد, عديتهم كلهم في كوموند وترونكي. اتون لهنا يعني مازال كي لانسيت. اتون خلينا لانسيو كلكو كونتينر. ترى عندي دي كونتينر. اوكي لهنا عندي دي كونتينر كي سون اكسيتد. انت تحب سي دي دوكر كونتينر ولا هواي عندي كوم فما الاخرى اكس ارجس اكس باردون اكس اكس ارجس رام Docker RM F, je pense que je suis pas sûr. Ah, c'est tout à fait normal. La nez, on a quatre mèches moins A moins Q. Bon, maintenant j'ai même été à mal à mes sites à l'hack. كانت حب نشوف هالك هات نشوف هالك ما سي بيزار. احنا ديما نعملو دوكر رام موان اف وبعد تعديها. اما اذا كانت حاب انت تشوفهم هما قبل ومن بعد تعديهم تعطيهم السوبريسيون سيغمون فما فاسون مي اني جي جامي اسي دو ريان. سيدي فمش كاستيون اخر قبل ما نخليك تصور تصور سامحش مالا سيدي. ان شاء الله في العشيه نبعث لكم التي بي ويولي ملتقانا نهار الاثنين. Oui, il y a des choses à faire. Merci. Ok, bonjour, Sulaiman.